لأنه بابا هلأ بيكون هرب أصلا. مستحيل، ما كان عمل هالاستعراض قدامهم لو بده يهرب. تعرفي من شو خاف؟ إنه بحب عمي ذهني أكتر، واضح إنه غيران منه كتير. إن شاء الله، بس إذا ما لقيته هلأ ما بدي أشوف خلقته مرة تانية أبدا فيكو. يلا يلا حبيبي، امسكها من طرفها وامشي فيها شوي بتنزل ولو. لك انت شو عم بتساوي؟ معقول الشغل تبعك؟ شو مفكرنا هون بدار عجزة؟ انت بحياتك ما رح تعرف تتعامل مع الاولاد يا غبي يا تحسين. حاجة تتدخل بكل شيء، اتركه يكمل شغله. ما راح شفتي؟ ايه عن جد، حتى ليك عم يشتغل من قلبه كمان. لا ما حذرت، كل ما اشوف شي غلط بدي عيط وعيط ليمشي الحال. اهلين حبايب قلبي. ايه شو رايكم بالمكان؟ حلو؟ ايه والله المكان شكله كتير حلو يا بابا. هلا انت عن جد عملت كل هالشي كرمالنا؟ لا تتفائلوا فيه كتير يا اولاد، في مخطط بباله اكيد. تحسين يلا خفها شوي. لك مخطط شو انت التاني؟ اسمع لك، انا ما رح اسمح لك تاخذ اولادي مني. اذا علمتهم كيف يعملوا مسابح انا عم نظم سوق خيري كرمالهم، عم تفهم؟ يعني عملت كل هالشي لانك غيران من عمي وما بدك نحبه اكثر منك. معقول تكون بتحبنا لهالدرجه؟ طبعا. شو هي بدها سؤال؟ طبعا انا بحب اولادي الفاشلين. يعني انا ما بعرف بابا، انت بحياتك ما اجيت على اجتماع اولياء الامور، وهلا كرمالنا انت عم تنظم سوق خيري؟ يعني هي الشغله مو بسيطه بنوم يا بنتي. هداك اجتماع الأولياء صحيح وفكري ولا مرة حضره، لأنه فكري رح يعمل اجتماع باسمه ويخلي كل أولياء الأمور يجوا عليه. بابا دائما هيك. يلا لشوف، يلا مو بدكن سوق خيري، رح أعملكن أحلى سوق، وانتو حتبيعوا أكتر شي فيه والناس رح توقف بالدور قدام طاولتكن طابور طابور. بصراحة ما توقعنا أنك بتحبنا لهالدرجة. طبعا بحبكن ولا. يلا يلا حاجة حكي هلا وخلينا نكمل شغل اليوم، بدنا نسوي لكم أحلى سوق خيري عملته مدرسة بالبلد كلها. ولا ولك شو عم تعمل يا غبي؟ علقة مثل العالم والناس مو هيك؟ هي هيك بتتعلق، وإلا هبة هوا واحدة بتوقعها. أنا ماني مصدق أبوك، هو ناوي أكيد على شي مو منيح أكيد، وبكرة بتشوفه. يا عمي بركي عن جد هو غيران منك، ما سمعته لما قال إنه هو بحبنا أبوكم؟ يا بنتي دنب الكلب بيضل أعوج لو حطوه بالقالب 100 سنة، ونقول المثل بكرة بدوب التلج ويبان المرج، وأنا مستحيل صدقه. لا يا عمي، بس بيقولوا ما لازم نقطع الأمان مو هيك؟ يا عمي معلش شوي لعندي، صار لي ساعة مش رح لهم وبعرف فهمه. لك أصلا لو فهموا عليك انت استغربت، لمين بدك تطلع يعني؟ لا تطول لسانك فكري. إلياس أنا شايف إنه بابا بيحبنا هيك برأيي كمان. برافو، يلا وعلقي هاي، صاروا خالصين. يلا شدي همتك شوي. أوف ما في لون غير الأحمر يا بنتي، علقي لك شي لون تاني. طبعا لأنه كلي نفختهم حمر بس. والله جد؟ يلا اللي بعده. عصومة عصومة ارجو جيب لي بوالين بيضة وصفرة مشان أختك تعلق ألوان جديدة. يلا استعجل، شدة شدة شدة. وهي مشي حركة تمام، مشي شوي. يلا برافو برافو، هاي لون أصفر. خدي خدي لشوف هاي غيري لون. يلا روحي عليهم باللي بعده. يلا حبيبتي، يلا يا عمري، يلا يلا. أوه حلو كتير، يلا هلا علي بعده. يلا حبيبتي، يلا يا روح عظيم. ولك شبك خبطت فينا؟ شو مو شايف قدامك يعني؟ ولك روح انقلع من هون، هذا الحيط لبنتي، روح دور لك على مكان تاني. يلا روح احيط. بابا قلت له لتحسين بس هو ما رضي يسمعني. ماشي انا بورجي لك يا بعد هيك، بعد عن طريقنا زي هيك احسن لك. لا شو بدك تتحدى؟ تتحدى هلا بتشوف. Karanlaşak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Fikri Bek, Fikri Bek. أنا فزت. أسفة قطعت عليكم السباق،
بس قلت لحالي لازم نناقش شوية تفاصيل عن السوق الخيري معكم. ايه طبعا، بس خليني نزل الأولاد من العرباية. يلا ليلى سنزلي يا بنتي وساعدي رفقاتي. زين فيكو، أنا بحبك. يلا يلا حبيبتي. مرحبا ليلى، تفضلوا على غرفة الاجتماعات. شرفي قدامنا لحقيني. دير بالك على أختك. أنت لوين رايح؟ ما دخلك بالموضوع أصلا. كيف ما دخليك عندك؟ بنخلص الاجتماع ومن لك شو رح يصير. تحسين؟ خليك هون. طيب أنا راح أبقى هون مع الأولاد. كتير كانت حلوة هاللعبة هاي. ايه والله عن جد أبوكم بيسلي كتير ليلاس، أنتو كتير محظوظين. ايه والله بيسلي كتير. بيت الرعب تبعنا هو اللي عملنا اياه، مثل الفخر يعني. عن جد كتير حلو. يلا خلونا نكمل. يا عمري كيف نسيت أسأل أحمد عن دورات المحاسبة؟ أكيد في عنده دورات بجامعته وبتوقع تكون أسعاره منيحة ومو غالية. اسألي وقت يجي. آسفة عزيزة، شوفي أنا بشون شغلت ولهلأ ما سألتك، نسيت. من زمان تاركين المطعم مسكر وهالشي ما له منيح. يعني ما بعرف، يا ريت تقليلي شو الأغراض اللازمة لروح جيبها، بركي منقدر نمشي حالنا بهالفترة. والله معك حق لميس، مو منيح نترك المحل مسكر كل هالفترة. بس أنت شو فيك تعملي؟ نسيتي إنك حامل؟ أنا برأيي توظفوا شيف مؤقت، هيك ما بتشتغلي وبنفس الوقت المحل ما بيتسكر. والله هالفكرة معقولة. بس يا ترى نحن فينا ندفع راتب لشيف برأيك؟ طيب على القليلة منجرب. ماشي، معناتها أنا رح نزل بكرة أعلان عن شاغر لوظيفة شيف، هيك أحسن. ايه حبيبتي جربي وهيك بتشغلي حالك. نحن أجينا، شو ما في حدا؟ هون نحن. أهلا وسهلا، تعال عصومة. يا هلأ رح تتفاجئي وقت خبرك. اليوم من الصبح بابا كان موجود بالمدرسة. ايه والله عن جد لميس، بابا كان عم ينظم سوق المدرسة الخيري. ايه ونفخلنا كتير بالونات. هيك لكان خير. ليش شكله غيران من عمي وخايف نروح لعنده؟ طلع بابا كتير بحبنا. ايه بحبكن طبعا. طيب وينو عمي زهني؟ ليش لهلأ ما اجا؟ عمي راح يدور على أبي لأنه أبي اختفى هو وتحسين بنفس اللحظة، فخطر له يكونوا عم يخططوا لشي شغلة عم فورا لحقون. طيب قلك شغلة حبيبتي، يعني أنا بحبها بصراحة، إذا طلعت خطة أو هيك شي ما بدها زعل. أعكم تتضايق وأصلا أبوكم وبتعرفوا شو بده يكون في ورا شغلة السوق الخيري غير إنه بحبنا كرمال هيك بس عم يشتغل. ايه عن جد، بس انت عطول بتحبي تكسري بخاطرنا وما بدك نتفائل ابدا، عطول بتفكري بالاسوء وما بتعطي حتى فرصه. يعني مستحيل يكون بحبنا ولا نحن ما منستاهل؟ بجد انتو كتير غريبين يا الله. انا مو هيك قلت ليلى. خلص اختي. عن جد انت غريبه، اذا ما عمل شيء في مصيبه غير هيك ما بيكون بابا؟ طيب تركينا ليوم واحد مبسوطين لو كان هالشي كذبه. فيكو انا ما قصدي. جات عصومة أعمل لك شي حبيبي؟ بس يجي بابا بيطعميني. أف بابا أف. حيك، وما رح يعرفوا إنه القصة مزورة مو هيك؟ حتى إذا بيجيبوا خبراء ما رح يدرك شمونا. أنت ريح لي حالك بس، شغلي مثل الأصلي وأحسن. ما قلتوا لي شو بدكم تسموا الجمعية؟ إيه شو نسميها شو نسميها؟ شو حنسميها تحسين؟ بيتنا اسم حلو ومبين إنه مطابق لكلامنا. حلو حلو، ممتاز هذا الاسم، سميها هيك. والله لشلحوا المصاري تبرعات كلها وأعمل فيهم اللي ما نعمل يا تحسين، بس طول بالك علي. قصدك نحن بنعمل عمي، ما تنسى إنه هي الفكرة كانت فكرتي أصلا. يلا يا أولاد تأخر الوقت، يلا عنو. حلو الشغل بس مو لهالدرجة هي يعني. عم زيني كل ما اشتغلنا أكتر كل ما زاد ربحهم. السنة الماضية جمعوا 10,000 ليرة وتبرعوا فيها لجمعيات الخيرية وعملوا لنا حفلة كبيرة. والله برافو عن جد، منيح. بس أهم شيء أبوكن ما يدرى، لأنه إذا أبوكن بيعرف بالأول بيخرب عليكن وعلى مدرستكن كمان. يلا يلا عنو يلا. يلا فيه رح نصير أغنياء، يلا قوم. والله عم تحكي جد؟ طبعا رح نصير أغنياء ونخلص من أبي بنفس الوقت، شو رأيك؟ اللي عن جد؟ هي.
شوفي شو عم بصير. ليش كل هاد بابا؟ بابا خلاص يلا يلا فيقوا لأنه اليوم يوم السوق الكبير، رح عم بيبضع كتير. يلا لشوف يا شباب يا حلوين. يلا زي الفكرة خلاص فهمنا. ولك لأمتى بدك تضل حمار انت؟ شو هاد؟ ليش عم بزمر من الصبح؟ سكوت بقى. لك المرة حامل يا زلمة، زعجت بهي الأصوات. يا لا تنطلي متل حمصت الكيف. لشو هالتياب هدول؟ صباح الخير. صباح الخير عمي، انا رايح على المدرسه لظبط الامور. كيفك اختي لميس؟ ايه كثير منيح ابن اخي. هلا بس يجهزوا الاولاد من الحائط كمان. يلا لشوف. شوف لقلك اذا عملت شيء يكسر قلب هالولاد بدي اخنقك بايدي هالمره. شو هالحكي؟ مستحيل تبين فيكم المنيحه. اذا عملنا خير مزنبين، واذا عملنا شر مزنبين كمان. عم اقول لك اياها من الاخر. انت لا تقلقي يا بنتي، راح ضل فوق راسه. اذا حاول يلعب بديله راح امسكه من شعره وافحسه. تمام. افعاس لقلك افعاس. وانتي روحي يلا اعملي لك كم سندويش جبنه ياكلوها الاولاد على الطريق. يلا تعال شوف انت منين جايب هذا الطعام. اخذته من جنينه. يلا يا اولاد تاخرنا، انا ما قلت لكم ما تفطروا هون. اتفقنا ناخذ كم سندويش جبنه معنا. ماشي انتبهوا على حالكم منيح. لا توصي حريص. ابني اخذتوا الشغلات اللي حضرناهم سوا؟ اه. لك شو هاد؟ ماني عارفان البسه. جبتهم. شكرا يا بنتي. بالاذن اختي. امشوا قدامي. سلامات. اخي ابي رح ياخذنا على السوق. ممتاز. حلو كتير هالحكي. خاطرك. مع السلامة. يلا. يلا. انتوا روحوا. وانا وتحسين رح ننطركم. وانا رح انطر مع تحسين كمان. لك انت مثل البزاقه بتضل لازق فينا؟ يعني ما انك ناوي تحل عنا بنوب؟ حل عنا مشان الله، انا رح ضل معه، اصلا في عنا شغل نعمله. يلا يا اولاد انتوا روحوا روحوا روحوا. يلا يا اولاد تعالوا. شو هذا يا؟ وقف شوي خليني اشوف. واه شو هاد اللي عم طالع بيك نظامي؟ شو هذا تحسينه؟ انا ما بغلط بشغلي، بعجبك عمي. برافو عليك. خلينا نمشي، خليها تشوفه المديره. يلا تعو تعو. واحد واحد واحد. الصوت واضح واضح واضح. ليش الاهالي الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم جميعا بالسوق التجاري الخيري للمدرسه وصفه كبيره. اهلا فيك. برافو بابا. اليوم نحن مجتمعين كرمال هدول الاشخاص المشردين والفقره والمساكين. هن ما عندهم شيء ورح نقدم لهم المساعده قدر الامكان. المصاري اللي رح تنجمع اليوم رح تكون عبارة عن نور وأمل بالحياة وبداية لهدول المساكين. ونحن من اليوم رح نكون عائلة واحدة وإيد واحدة كمان. بالحلال عليك بابا. عندكم فكرة نحن شو رح نساوي هلا؟ شو بدنا نعمل بابا؟ انتوا لازم هلا تقولوا لامهاتكم وابائكم واخواتكم اشتروا اساور خراز واشتروا مسابح كمان وساعدوا هدول الناس لانهم طيبين كثير ومساكين كمان. لانه هيك بيكون يعني احسن ما تصرفوا المصاري مشان شغلات فاضيه وما تستفيدوا منها بشيء وبس تفيدوا التجار اللي بيضحكوا عليكم. لانه العطاء الإيد اللي بتعطي أفضل من الإيد اللي بتاخد. الإيد اللي بتعطي أفضل من اللي بتاخد. ولهيك نحنا رح نبدأ بالبيع وأكتر أهل بيشتروه هن أفضل. يلا بلش البيع. بابا فكري بابا فكري بابا فكري بابا فكري كبريت رولونا ver ver ateşe omuzunda hayatın yükü yüzünü dön dön güneşe güneşe bir el ateş ettik bilmedik kendimizi net.
gittik, ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. تفضل. انت عن جد شخص رائع سيد فقري، يعني هي المرة أكثر مرة بنكسب فيها مصاري بالسوق الخيري لمدرستنا، وهذا بفضلك طبعا. من هلا وطالع انت لازم دائما تشارك معنا مثلي. طبعا منجي امتى ما بدك، نحن جاهزين دائما وتحت امرك حضرة المدير. ايه طبعا طبعا. برأيي هلا ناخذ السيد صمد على مكتبي ونقدم له التبرعات مقابل الوصل مثل ما بتعرف. ايه منروح، وين المشكلة؟ يلا تفضلي تفضلي. شبكم، شو صاير لكم يا اولاد؟ شكرا كثير لك بابا. بابا اليوم نحن كثير انبسطنا، فخورين لانك ابونا. بابا حتى كل رفقاتنا قالوا لنا يا ريت يكون عنا اب مثل ابوكم، بصراحه هن حبوك كثير. ايه طبعا رح يقولوا هيك طبعا. يلا انتوا تفتلوا وانبسطوا مع رفقاتكم، ما رح تصح لكم تسلاي مثل هي بمكان ثاني. يلا روحوا لا تضيعوا وقتكم، يلا بسرعه. بصراحه انا استغربت، عن جد انت اول مره بتكون اب حقيقي، برافو. وهلا شفت بعينك عمي، احنا ما قلنا لك انه ابي قلبه طيب، بس انت ما كنت ترد علينا. ما عندي شيء اقوله، معك حق. وانت اخي روح لهنيك وكل شي شغله، عاملين جاتو هنيك كتير طيب وما بتفوت، لحق حالك. يلا وانتو يلا روحوا تسلوا مع رفقاتكم كمان. يلا روح. ضليت بلا اكل بسببك، خليتني كل هذا الوقت متوتر، كنت خايف تتصرف شي مانو منيح وتنزع كل شي عملناه، خليتني جوع. طيب اذا جوعان روح كل من هداك الجاتو او كل صبار، في صنوبر كمان، كل شو ما بدك، حل عني بقى. تمام. تفضلي مدام، هي الوصل. ليش مستعجل كل هالقد؟ ما في داعي للعجلة، كنا ناطرينك. بصراحة أنا ما حبيت روح ولا لحظة علي حضرة المديرة. نحن سلمنا المصاري للسيد صمد بيك وأخذنا الإيصال بس. منيحة كتير. نحن تكلفنا بكل شيء عمي، ليش إجيت لهون؟ خليك برا مع الأولاد، ما في مشكلة. لا عادي ولا يهمك، بس قلت لحالي بيجي بشوف السيد صمد، بعدها بنرجع لبرا سوا. ماشي حبيبي، خلينا نمشي لك. شكرا يا حلوة، شكرا كتير لإلك، شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لك. العفو. وقفوا الموسيقى، وقفوا الموسيقى. وينو فكري علي بول؟ عمي ليش عم يدوروا على ابي؟ شو بدهم منه؟ ما في شيء، ما في شيء، اهدوا شوي. خير استاذ، شو صاير؟ ليش الشرطه اجت لهون؟ عاملين جمعيه مزيفه، عم تحاولوا تحتالوا على المدرسه؟ كيف؟ رحت على عنوان الجمعيه، ما لقيت هيك جمعيه ولا شيء، ما في غير بيت مهجور. انتوا جماعه حراميه، هدول محتالين ونصابين، لازم تكمشوهم فورا. طول بالك لو سمحت، دايما ما ارتحت لكم، حسيت انكم عم تحتالوا علينا. احنا ما دخلنا. وينو بابا؟ اخ منك يا فكري، اخ بدي اقتلك لانك مستحيل ما تغلط. بسرعه امشي، خلونا نطلع من هون. يلا استعجلوا، خلونا نهرب قبل ما حدا يحس علينا. يلا بصراحه انا ما ارتحت لشوكات يا عمي، حسيته غيران مننا. ما رح يصير شيء، يلا استعجل استعجل. لا تخليهم يبينوا، هات اعطيني اياهم. عمي شو رايك تحطهم معي؟ مو احسن؟ شو؟ لا رح احطهم معي، كانه الظرف كبير، ما رح اظبطه. مشي الحال. هذا الشيء ما بيصير يا جماعة، شو هالحالة هاي؟ هذا الوضع ما عاد محمول، ليك الشمس عم تفوت بعيون بنتي وعم يدمع عيونها، أنا رح اشتكي على هاي المدرسة. هذا الشيء ما بيصير. وأنا أستاذ ابني حواسه كثير أعراض، ما عم أفهم ليش هيك، بس شو بقدر ساوي له؟ شو هيك الله خبر شو بدي أعمل له؟ والله ما بعرف شو هالحالة هاي. بالمكتب لازم نلحقه قبل ما يهرب بالمصاري. هيا نحن رح ناخذ إفادة فكري إلي بول، لا تقلق. إيه بس أولويتنا هلأ إنه نلاقي الشخص اللي عامل حاله مؤسس الجمعية. إيه مين هو؟
زهني أليبول. مين؟ أنت زهني أليبول؟ إيه أنا زهني بس مو أنا. يلا شباب خدوا على المخفر. لا يا حضرة الشرطة في غلط بالموضوع، الشخص اللي لازم تاخدوه مو زهني، أنتوا لازم تاخدوا فكري أليبول، هذا الحقير هو يلي ورطنا. المطلوب زهني أليبول. أنت غلطانة، غلطانة كثير. ها قول عمي لا عمي لا تاخدوه. لحظة بس بنتي اتصلي بأخوكي مشان يجي ياخذكم ماشي؟ يا عمي لا تخاف. لا تنسوا تتصلوا لعمي وما دخلوا بنوم. لك اتركوا لعمي. يلا بابا هدول جماعة طلعوا حلال كيف حطوا لابو مشي مشي يعني بابا عمل هيك انه بيحبنا؟ لا بابا ما بيحبنا. فكرة اختي كان معها حق. نحن ما منسهل السعادة بنوبيا فيكو. لا ما تقولي هيك تعالي. ليلاس فكرك؟ شو صار حبيباتي؟ ليش عم تبكوا؟ شو صاير؟ ليش عم تبكوا؟ اختي بابا ما بيحبنا بنوب. استغلنا اليوم يا اختي. الحق معك اختي، نحن ما بنستحق نكون سعيدين بنوب. معقول لكم هيك شي حبيبتي؟ شو ما بتستحقوا تكونوا سعيدين؟ طبعا بتستحقوا. يلا خلص حاج لا تبكوا. شو الموضوع؟ منحل القصة شو ما كانت، بس انتوا احكوا. مستحيل نقدر نحل القصة، فضحنا بكل المدرسة اليوم. ليش؟ ابي اخذتي المصاري سوق المدرسة الخيري وهرب يا اختي. وابونا مدحت صار يقول عنا انه نحن حرامية. ومين هذا بقى؟ بتعسركن على راسه مين ما كان، خلص اهدوا. هو اسمه شوكات، وهذا الزلمة كمان من رابطة المدرسة. وكثير بيكرهنا. انا ماني حرامي. طبعا مالك حرامي حبيب قلبي انت. لا يا روحي. يلا حاجة مسحوا دموعكن، مسحوا دموعكن. يلا ليش عم تبكوا؟ خليكن قوايا وصامدين، ما عملتوا شي غلط انتو. يلا لا تخافوا رح نحل الموضوع. راح نقدم شكوى. موافقين يا جماعة؟ ما بدنا ناس من هالنوعية ولا أولادهم بمدرستنا، هدول لازم ينطردوا. لحظة بس، مين بتكون حضرتك؟ شو بدك من هالولاد انت؟ وانت مين كمان؟ في شي بتقدري تدافعي فيه عن هالولاد؟ طلع فيني، ما بعرف مين انت ولا شو هو وضعك، بس ما بسمح لك ابدا تين اخواتي. عم تسمع؟ ها وحضرتها كمان من هون. مين انت؟ كيف بتحكي هيك معي؟ شو قلت هالذوقه هي؟ ست لميس لو سمحتي في مشكله مهمه ولازم نحلها، تفضلي. ايه طبعا عندنا مشكله مهمه. استنوا هون ماشي؟ وانتوا تفضلوا كمان. خليك واقف هون ابني. استنوني هون. خليني اتعلم. خليني قاعدين على الجبل نشوف شو القصه وبعدين بيجي. اقعدوا استنونا هون برا. شوف على هالقصة ليك شو عمل؟ وحدة ولا تنتين، أنا بدي ينطردوا هالولاد من المدرسة وانتهى الموضوع. معقول هالحكي؟ يعني إخواتي ما لهم ذنب باللي صار؟ ما فيكن تحاسبوهن قلن؟ هدول وحوش ما لهم أولاد. أنت كيف بتسترجي تحكي عن إخواتي بهي الطريقة؟ خليك هادي سيد شوكت، بضلوا هدول أطفال؟ لك بيستاهلوا، نحن بنعرف كل شي عم يصير. حضرة المديرة مفكرة أنا ما بعرف شو عملوا؟ خناقاتهم والضرب وبيع الكريم وتمريض زملائهم، شو بدكن أكثر من هيك؟ ها؟ صح، وبنتي كمان فاتت على المستشفى من تحت راسه، واخواتي مرضوا بسبب هالشي كمان، ما كانوا بيعرفوا هدول اطفال. وابني تورمت عينه وقتها كمان. فيكو بابا رح يقلعكم من المدرسه، رح تنالوا جزاءكم على اللي عملتوه. شوفوا لك والله بقيت لك، اذا في تواجهني وحاج متخبي ورا ابوك. اف يا مدحت خلص اسكت، مشان الله بترجاك تسكت. اختي ما رح تخلينا ننطرد من المدرسه. الحراميه مالهم مكان معنا مو هيك؟ عم يقول حراميه، نحن مو حراميه فهمان ولاد. تسر راسك يا ولد. نحن مو حرامية ولا عصومة، نحن أصلا مو حرامية. إيه حبيبي اتفقنا يا روحي، هدول اللي عم يقولوا هيك هن الولاد سيئين وعم يكذبوا. تمام عصومة لا تصدق هالحكي اللي عم يقولوا. في كشيلك من هالعالم وخلينا نمشي. يلا عصومة. إيه امشوا هيك مثل الجبناء والمكسورين. مدحت أنا بدي أذبحك يا حقير. هي فيكو الغليظ ما بحبه بنوم. على مهلكن على مهلكن. شو يا ولاد خير؟ شو عم بصير؟ شبكن؟ رفقاتنا عم يقولوا علينا حرامية يا أخي بزر. عم يقولوا حرامية؟ الولد يلي كان قبل يخاف حتى يقلي مرحبا اليوم صار يبهدلني ويتمسخر علي كمان. رح يقلعونا من المدرسة حتى خلوا أخي عصمة تبكي من الزعل. طيب اسمعوني اهدوا شوي ومسحوا دموعكن، ما بصير تعملوا هيك. انتوا ولاد أليبول ولا مالكم متذكرين؟ ما بصير تبكوا هيك ماشي؟ يلا مسحوهن.
ما رح تتقلعوا من المدرسة تمام؟ لو شو ما عملوا رح نوقف أنا وأختكم لميس معكم للآخير. إيه بس يا أخي بدر، أختي لميس بتكون بغرفة المديرة هلأ، وكل أولياء الأمور الموجودين عم يضغطوا عليها. خلاص بكفي يا أخي بدر، حتى أنت ما عاد اهتميت فينا، أنا ما بقى أتحمل. وقف وقف، لوين رايح؟ يا أولاد اسمعوني شوي، انتو بدكم تطلعوا من المدرسه ولا ما بدكم؟ لا اكيد نحن ما بدنا نطلع من هون. لا نحن بنحب مدرستنا، معناتها ما رح تطلعوا منا، اتفقنا؟ يلا امشوا قدامي امشوا. شوفوا على هالقصه، عن جد انتو جماعه غريبين كتير، على اي تعلموا كيف تحكوا مع الناس؟ لو سمحتي يا ست ياسمين عيب هالحكي، لا تحكي هيك. انا بعرف منيح كيف احكي مع العالم، كمان بعرف دافع عن اخواتي منيح. انت اصلا ما بتمشي مع معايير ولي الامر بهالمدرسه. هيك انا بعتقد انك غلطان بهذا الكلام، مع انه نحن عائلة بسيطة وفقيرة بس كمان بنهتم بتعليم اولادنا. لا انتو شلة حرامية. لا نحن مو حرامية ابدا. بس دقيقة بس دقيقة، يعني حضرتك هلا عم تهيني وعم تهين مرتي كمان؟ ما رح وقف كتير عند هالموضوع لانك معصب. شو اسمك كان؟ شوكت. سيد شوكت، مرحبا، انا سامح اكتان وبشتغل دكتور، انا زوج لميس وولي امر الاولاد. نحن كنا بس عم نحكي ببعض الامور منشان نوضحها، يعني حوار مو اكتر. اي بسيطة، بكل الأحوال نحن مستعدين نعوضكم عن كل الأضرار، بس خلونا ما نحكي بهالطريقة قدام الأولاد مشان ما نأثر على نفسيتهم. ايه فعلا المسألة مو مسألة مصاري. أنا بعرف منيح أنه المسألة ما لها مسألة مصاري يا سيد، المسألة هي الاهتمام بتعليم الأولاد صح، وأنه يتربوا منيح لحتى يكونوا أفراد صالحين، فهالشي ما بيعني أنه نطردهم من مدرستهم. الحق معك، نحن ما بيصير نحل الموضوع بهالطريقة. برأيي تتفضل أنت والست لميس ترتاحوا برا شوي لحتى أحكي مع أولياء الأمور ونوصل لحل يرضي الكل. طيب تكرمي رح نطلع، بس تحلوا القصة ابقوا نادولنا. أهي بدر بطل الأبطال، عن جد مو معقول كيف قدر يسكت هداك الغبي. ما بصير تقول هيك على أبو رفيقك. ليش لحتى ما نقول يا أختي، هنن دائما هيك بيحكوا معنا. سكتي لي لاس. ليش عم تسكتني أخي؟ ما شفت لما قلت إنك دكتور شو صار فيهم؟ كان المفروض تشوف نظرة الصدمة على وشه. إيه مزبوط، حتى مساعدة المديرة تغير وشه. تمام نحنا بدنا نروح لحتى نجيب مي، أنتوا استنوا هون. يلا بدر. يلا اسمعوني، استنوا هون ولا تتخانقوا مع حدا، اتفقنا؟ اتفقنا. شاطر. إيه شو اللي صار؟ اللي صار إنه طيب شكرا كثير على اللي عملته بدر، بس ما كان في داعي، كان فينا نحل القصة لحالنا. إذا كان عندك شعور بالمسؤولية لا تقلق، عم قلك هيك مشان ما تحس إنك شو عم تقولي يا بنت؟ ما عم حس حالي مجبور على أي شيء تمام؟ أنا برغبتي إجيت على المدرسة. بس بعتذر، كان لازم وقت اللي قلعتيني من البيت أعرف إنه ما بقيت جزء من العيلة. أنت بتصرفك امبارح قبلت إنك ما تكون من العيلة. قبلت من امبارح؟ قليلي أنا قبلت من امبارح، ولهيك أول ما صار معكم شيء إجيت مشان ساعدكم. بتعرفي ليه إجيت؟ لأني بعتبر هالولاد هدول عيلتي وبحبهم كتير. احتمال وجهة نظرك مو هيك، ومفكرتيني عم دور على فرصة لأهرب، وأنا مو هيك. ما أنا اللي قلت الكلام، أنت اللي قلته. كمان ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ خير شو عملت لك؟ قليلي شو مشكلتك لو سمحتي، قليلي شو ما كان بقلبك احكيلي، أي مشكلة بنحكي فيها ومنحلها. يلا عم اسمعك، تفضلي احكي. يا هون ولاك فكرة حرامية. شو عم بيصير؟ هي 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 وقف، اهدى شوي. شو عم بيصير؟ شو القصة يا ولاد؟ شو صار لكم؟ اختي فكرة ما له ذنب اصلا، مدحت هو اللي ضايقه، مدحت اللي بلش. الحق مع ليلاس اختي لميس، مدحت عم يحاول انه يعمل مشكلة معه من الصبح. عم تدافع عن الحرامية مو هيك؟ انت عم تقول عنها حرامية؟ ما بصير فيكو خلصنا بقى شبكون، كيف هيك بتحكوا مع بعض؟ انتوا رفقات لازم تدعموا بعضكم. انا مستحيل كون رفيق هالحرامي، بعدين بابا هلا رح يوريك. كيف جبت لي سيرة ابوك سكوت؟ وانت سكوت طلعوا فيني، تعال معي فيكو، تعال لهون، يلا رح تقعدوا وتحكوا مثل الشباب، خلوا الموضوع شو ما كان. يلا سمعوني شو القصة. اسمع اخي بدر، يلا من هلا ورايح بتتفقوا بتكونوا اعز رفقات. نحن بحياتنا كلنا ما قلنا شيء سيء لرفقاتنا، وانا بحبها لليلاس من قلبي. وانا كمان شكرا لك. الكلام معك ما منه فايدة ابدا، انا راح اشتكي عليكي انت كمان، بدي اقلع الاولاد من المدرسة لو شو ما صار. ما بصير تحكي هيك. خير شو بكون؟ لكن احنا واقفين بصف الاولاد، حتى ليلاس وبنتي رفقات كتير مع بعض، ما بدنا يتقلعوا من المدرسة. ايه بس للأسف ما قدرنا نقنع بعض أولياء الأمور. اسمحوا لي بكلمة، بعرف انكم متوترين وانكم قلقانين كتير، بس المهم هلأ هو أولادكم ومصلحتهم، بس كمان إذا بتسمحوا لنا فينا نثبت لكم إنه نحن عائلة منيحة. كيف رح تثبتوا؟ أنا بقلك لميس ألي بول عندها مطعم حلو كتير وبقدم أكلات طيبة، تفضلوا لعنا بكرة
رح نسوي لكم شوربة وأكلات طيبة كتير، وهيك بنتعرف على بعض. منيحة الفكرة؟ حلوة كتير هالفكرة، لأنه لو منعرف بعض منيح كان مستحيل يصير هيك شيء من الأول. نحن مالنا مثل أبي. برأيي إنه هذا عرض كتير مقبول، بالإضافة إنه الغرض من القصة هو تعليم الأولاد. برأيي إنه نحن ما نتسرع ونقلعن من المدرسة. بدي إجي لأثبت قدام الكل إنكم ناس مو منح أبدا. بتشرفنا. ببعت لك العنوان عن طريق مجموعة الأولياء، وناطرينكم أنتوا والولاد. تمام ماشي. إيه ماشي. يلا أمشي. يلا حبايبي، باي. يلا امشي. يلا على اساس كنت حتقلعهم بابا؟ رح اقلعهم، انا رح اتسبب لهالعيله المزعجه بمصيبه، ورح خليهم يندموا على مسخرتهم علي وعليك، رح تشوف. انا بحبها لليلاس، يلا نحن بحياتنا كلها. يلا حبيبي. يا اولاد روحوا انتوا هلا، اتفقنا؟ يلا روحوا. نعم اخي بدر. يلا بسرعه، الموضوع متعلق بمستقبل الاولاد، وهي الحده ما رح تفيدنا ابدا. ما عم بتصرف بحده بنوب. مالك شايف اسلوبك؟ معقول مو منتبه لطريقه كلامه؟ معقول تقولي للولاد انه رح نتطلق وتهدمي لهم حياتهم كلها؟ بالمقابل عزمنا اهل الطلاب لنورجيهم انه نحن عائله منيحه ونحل المشكله؟ ما فينا نعمل هالشي. اول شي منحل مشكله الاكل، وبعدها منبقى منحكي مع الولاد. خليك المسا بالبيت. لميس ليش هيك عم تحكي معي؟ ليش عاجتك جنان بقى؟ ليش لسه مصره على قصه الطلاق؟ انا ماني عم بفهم عليكي. والله كمان مرتضى ما بيفهم مثلك، والظاهر انه انتوا الاثنين عندكم الجنان نفسه. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.